تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971436272 مكرر 89 و00971436280 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العذراء الترابي حتى الساعة 3:52 من فجر السبت، ليدخل برج الميزان الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 5:20 من مساء الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى فجر السبت في برج العذراء الترابي، من فجر السبت وحتى مساء الاثنين في برج الميزان الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة. يجب أن نمارس حياتنا الطبيعية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الخميس من الساعة 9:36 مساء وحتى الساعة 3:52 من فجر السبت. يوم الاثنين من الساعة 5:24 فجرا وحتى الساعة 5:20 مساء. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون فقط من خلال الرسائل وليس على الصفحة العامة. وننتقل لأول مشاركة هاتفية. نشوف مع الخط. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا، من وياي؟ حبيبتي من الجزائر. أهلا وسهلا حبيبة، كم تاريخ ميلادك؟ 5/8/87. طيب، أنت من مواليد برج الأسد، شنو سؤالك حبيبة؟ أريد أسألك، أنا مولودة منتصف النهار. طيب، أريد أن أسألك عن الخارطة التجارية الشخصية، وهل أنا محظوظة؟ لأن كل ما أرغب في الحياة يأتيني في شق الأنفس. كل حياتي صعوبة. طيب لحظة، من برج الأسد والطالع الميزان. الميزان؟ هل نعم. أنا محظوظة؟ أنت جدا محظوظة. جدا محظوظة، المفروض يعني من الإنس يعني الحظ ما يتخلى عنك، مو من تاريخ الميلاد، من الخارطة ماتش، محظوظة جدا مفروض. ممكن تعطيني وضعية التوافق في الأمور أكثر، لأن حياتي فيها صعوبات كثيرة جدا بالتصور. شو تريدين بالضبط؟ يعني أنتج وضعية الكواكب بالأبراج لو شنو؟ أريد الخارطة الثلاثية أثناء الميلادة، وكيف أنا محظوظة؟ اشرح لي لا كيف انت محظوظه، هذا ما اقدر اشرح لك اياه، بس انت عندك تاثير قوي من المشتري في الخارطه، فبالتالي خليك انسانه محظوظه، هذا اللي اقدر اجاوبك عليه، بس كيف وشلون هذا شويه صعب عليه، ما اقدر اشرح لك اياه ولا اشرح لاي احد. بس سؤال اخر، شنو تريدين من الخارطه حتى اقول لك اياه؟ اريد فقط وضعيه الكواكب. وضعيه، اوكي. الشمس في الأسد، القمر في الأسد، عطارد في العذراء، الزهرة في العذراء، المريخ في الميزان، المشتري في السرطان، عطارد العفو، زحل في العذراء، أورانوس في العقرب، نبتون في القوس، وبلوتو في الميزان. أريد أن أسألك سؤال فقط. تفضلي. أنا لحظة
انا مطلقه ولحد هذا الوقت لم اتزوج. اذا اين الحظ؟ لا ممكن الحظ، انت الحظ مو في الزواج، يعني اكو ناس هوايه متزوجين غير سعيدين في حياتهم الزوجيه او غير ما لذلك قلت لك وضح لي اين الحظ، اين يكون الحظ عندي. اوكي، اين الحظ؟ انت عندك صحه وعافيه متنعمه ما محتاجه لاحد، هذا يكون هذا الحظ. الحظ لما الانسان يكون عنده اشياء غير انسان هو بغنى عنها. في ناس مثلا عندهم اطفال وغيرهم يتمنون طفل، ما عندهم طفل ومتزوجين من عشرات السنين، هذا هو الحظ. الحظ مو انه لازم انه اي شيء تتمنيه يصير لك. الحظ نسبه، يعني فتشي احنا ما ندركه، والانسان بحد ذاته يكون بصوره عامه من النوع الطماع، لو حصل على كل اشياء الحياه يقول اريد بعد. فانت من فضلك، انا تلقى صعوبات في الحصول على شيء ولم يكن بسيط هذا الشيء. اوكي حبيبه، انت مثلا مثل ما قلتي اني واحد من الناس، اكو هوايه اشياء امور في حياتي اتمنى اقول لو اريد كذا اريد كذا، بعد فتره من الزمن لو تشوفيها انه هي لصالحك ما صارت. انا يمكن هاي اللي متابعني بالبرنامج هاي الشغله اذكرها، يعني احيانا مثلا انت رغم انه تقولين انه هذه الاشياء ما تصير عندك، بس لو ترجعين لورا لخمس سنوات عشر سنوات تشوفين انه هذه الاشياء من حسن حظك انه ما صارت، بس في وقتها شلون هسه حاليا انت تقولين اتمناها تصير وما تصير، فحاليا مثلا تريدين هذه الاشياء بس ورا فتره تشوفيها انه من حظك ما تصير. نسبة الحظ ما عندي انا رقم، يعني انا ما عندي فد رقم، ما اقدر اقول لك ايش قد نسبة الحظ، بس تعتبرين محظوظ. من 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 تاريخ ميلادك؟ نعم هكذا أستاذ. نعم هكذا أستاذ، من تاريخ ميلادي فقط المشتري. من اي نعم، من وضعية الكواكب عندك تكون يكون عندك المشتري على تأثير قوي عليك، فبالتالي يخليك إنسانة محظوظة. إذا أنا محظوظة من وضعية الكواكب فقط. نعم أستاذ، من فضلك سؤال أخير، أريد أعرف أعطيني التاريخ، هل هو محظوظ أو لا؟ 29 11 99 كم؟ هل هو محظوظ من الخارطة الثلاثية؟ كم؟ 29 11 77 77، هو من 8 9 10 1 2 3 من الميلاد جدا محظوظ. أوكي؟ ومن الخارطة الثلاثية؟ من الخارطة هسه نشوفها 29 11 أريد أن أعرف هل هو محظوظ أكثر مني أم أنا محظوظة أكثر مني؟ هو أنا أشوفه أكثر محظوظ، بس أتأكد هسه. لأنه أستاذ هذا تعليقي. هو محظوظ أكثر من عندك. أوكي حبيبة؟ إن شاء الله أكون جاوبتك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. شلونك أستاذ خلا؟ بخير الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يحفظك. أبو علي، أبو علي وياك من إيران. أهلا وسهلا أبو علي، هلا بيك. تفضل. عندي مواليد اثنين مالت ولدي. تفضل. 11/12/2008. 11/12/2008. 2008 الساعة 12 وربع منتصف الليل. زين. أريد أطالع برغام الحظ ووضعية الكواكب ساعة الولادة إذا ممكن. دقيقة. وين؟ بأي مدينة؟ عبادان. هذا برج القوس الطالع الميزان. محظوظ لو ما محظوظ. انت هذا التوقيت اعطيتني على توقيتكم انتو صح؟ ما غيرت بيه. توقيتنا احنا. نعم. اوكي. محظوظ لو ما محظوظ؟ دقيقة، 1 4 5 6 محظوظ. نعم. ارقام 2 و3. وضعية الكواكب ساعة الولادة ما تقدر تنطلنا؟ بلي انطيك اياها هسه، بس 1 4 5 6 ارقام 2 و3 و6. وضعية الكواكب عنده طبعا الشمس بالقوس، القمر بالقوس، عطارد بالجدي، الزهرة بالدلو، المريخ في الأسد،
المشتري في العقرب، زحل في الثور، أورانوس في الحوت، نبتون في العفو، نبتون آسف لحظة آسف امسحها هاي كلها أخ علي. شلون؟ امسحها راح أعيد لك إياها، غلطت. إي عشتيتها حلالي. الشمس في الأسد هاي أوكي، القمر في الجوزاء، عطارد في القوس، الزهرة في الدلو، المريخ في القوس، نبتون العفو، المشتري في الجدي، زحل في العذراء، أورانوس في الحوت، نبتون في الدلو، وبلوتو في الجدي. خلاص؟ نعم. هذا ممكن مواليد أطراف. إيش قد؟ 23/7/2003. 23/7/2003. بس الساعة بالعشرة ونص إلى 11 الظهر. ظهراً. بس دقيقة هذا تأكد برجه. ثلاثة وعشرين سبعة 2003. زين هذا برج الأسد طالع إذا ممكن وغاب الحظ. خمسة ثلاثة ثمانية أرقامه 1 و5 و8. هذا ما محظوظ. ما محظوظ. نعم 23. ساعة الولادة من 10:30 إلى 11 الظهر. أوكي 23/7/2003 11:45. الطالع العقرب، الشمس بالأسد، القمر بالثور، عطارد بالأسد، الزهرة في السرطان، المريخ في الحوت، المشتري في الأسد، زحل في السرطان، أورانوس في الحوت، نبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. عاشت إيدك، رحم الله والديك. والديك تدلل، أهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم تفضلي. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي. أسمعك. أسمعك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه استاذ خلت بس 12/9/92. 12/9. 92 من ناحية الوظيفة، نشوف شلون تزوجت وأرقام الحظ شلون. الساعة بيه جاية؟ عدين. والله ما أدري أستاذ. زين. أستاذ طبعا. تفضلي شنو سؤال كملي. هو 15/6/91. 15/6/91. هذا من ناحية الوظيفة والحظ شلون عنده؟ اوكي 12/9 يعتبر محظوظ على اعتبار ارقامه 3 و5، ومولود يوم 12 هذا الانسان بصوره عامه يكون محظوظ بحياته. من ناحيه الوظيفه، من ناحيه الوظيفه حاليا ما عنده شيء، افضل فتره يعني على طول السنه وضع طبيعي مستقر، ما عنده شيء يساعد ولا اكو شيء يعطل عليه. افضل شيء خلال هذه السنه عنده يكون في الفتره الواقعه ما بين 12/4 و7/5، هاي الفترة تكون مثالية لمواليد برج العذراء من ناحية العمل. اوكي؟ الفترة المثالية يعني مو معناه انه هسه ما يحصل او ما كذا، لا بس يعني هذيك الفترة شوية تكون أفضل خلال عام 2015. زين؟ نعم. 15/6 هذا من مواليد برج الجوزاء. 2/8/9 أرقامه 5 و6. من ناحية الحظ طبيعي. 5/6 طبيعي. من ناحية الحظ طبيعي. نعم. والوظيفة؟ الوظيفة الفترة نعم. الماضية كانت إيجابية، حاليا يعني نقدر نقول عليها أيضا إيجابية، تستمر لغاية يوم 20/3. بس الشهر الفات كان أفضل له. نعم. الشهر الثاني 20/3 يكون عندها وظيفة شيء. من 20/3 عنده فرص حلوة بها مجال. نعم نعم نعم. ومن ناحية الزواج؟ من ناحية الزواج لمواليد برج العذراء الفترة الماضية أيضا كانت إيجابية، الفترة الحالية شوية أوكي، على طول السنة وضعهم طبيعي أوكي.
لمواليد برج الجوزاء ما عنده مشكلة يعني، أيضا طبيعي خاصة هذا 15/6 يعني عنده فرصة بنهاية السنة. تمام مو تمام. أستاذ 21/1/97 هذا برج الدلو. شنو سؤالك؟ حمل. نعم يعني من ناحية عامة هذا 8/9 هذا محظوظ كلش بصورة عامة. أوكي ها. نعم شكرا استاذ بارك الله. اهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، المشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، مايل السلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه. الاسئله فقط تكون موجهه من خلال الرسائل فقط وليس على الصفحه العامه او تحت منشور عام. مشاهدينا الكرام، مواليد الفتره الحاليه ينتمون للمجموعه النجميه المعروفه باسم برج الحوت المائي. تعالوا معنا نتعرف على أبرز صفات امرأة برج الحوت. هذه المرأة شاعرية حالمة، يعتبر الحب المحور الرئيسي في حياتها. إذا عثرت على الرجل المناسب وتبادلت الحب الجارف معه، فإنها تصل إلى أعلى مرتبة روحية قلما تصلها امرأة أخرى من أي برج آخر. فهي تفخر بقدرتها على الاحتفاظ أكثر من غيرها بالقدرة على التمسك بالحب الأفلاطوني أو بالحب الروحي، ويذكرنا هذا بحب ليلى لقيس. بطبيعتها رقيقة حساسة، تبحث عن أجواء رومانسية هادئة من حولها. إذا ولدت عادة في شهر شباط فبراير، فهي مترددة عادة في اتخاذ قراراتها. وإذا ولدت بداية شهر آذار مارس، فهي أكثر رومانسية. وإذا ولدت نهاية فترة البرج، فهي أكثر جرأة واندفاعاً. بصورة عامة، تتميز امرأة برج الحوت بنوع من الغموض والخجل، وقد تفقد الثقة بالنفس أحياناً. امرأة برج الحوت تتزوج في سن مبكرة نظراً لقوة العاطفة لديها، ومن يتأخر زواجها يكون بيت الشراكة لديها في خارطتها الشخصية عادة في برج الجدي، أو يتواجد كوكب زحل في بيت الشراكة لديها. تعطف هذه المرأة على البؤساء والمحتاجين، وترأف على الحيوانات، وتتأثر بآلامهم مما يدفع بها إلى مد يد العون لهم. من أبرز مساوئها التبذير، فهي تعتبر المال وسيلة للاستمتاع وبدون حساب، تميل للإنفاق أكثر من الادخار بصورة عامة. رغم أن بعض منهم يكون مقتصدا، يرجع السبب في ذلك إلى وضعية البيت الثاني في الخارطة الشخصية. فمن يقع بيتها الثاني في السرطان مثلا، تؤمن بالمثل القائل القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. هي أيضا مزاجية، تتقلب في عواطفها، وقد تتحول أحيانا إلى عنيدة. لديها محبة غريبة للشوكولاتة. مشاهدينا الكرام، ارقام الهاتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئة للسلام مشاركاتكم، او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه. اي سؤال يوجه فقط يكون من خلال الرسائل، وينتظر المشارك اللي يرسل رساله الرد ما يكون بنفس اليوم او بنفس الاسبوع، وما تتاخر شهر او اكثر حسب اسبقيه الرد، يكون حسب اسبقيه وصول الرساله. وننتقل وعوده للمكالمات. الو. عليكم السلام. أنا فاطمة من الجزائر. الاسم مرة ثانية؟ فاطمة من الجزائر. مدى أسمع اسمك؟ ثاني. كم تاريخ ميلادك؟ ألو. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. نعم. مساء الخير. مساء النور. من جاية؟ زهرة. زهرة، أهلا وسهلا زهرة. كم تاريخ ميلادك؟ تاريخ ميلادي 3/8/76. طيب. أنت من مواليد برج ال الرابعة إلى الخامسة مساء. الرابعة إلى خمسة مساء. شنو سؤالك الزهرة؟ الطالع متاعي. 4/5 مساء.
طالع القوس زهرة. القوس بخمس ذو حنفي، حالي أسرع ليا محسوب عن الحب، أنا اللي ما نحبش ولا هم اللي يحبوني. طيب شوفي زهرة، الطالع القوس وحاليا وجود زحل في القوس يؤثر، بس ليس ذاك التأثير القوي جدا يعني، أو خلينا نقول ما يؤثر، لا تخليه في بالك. أنت غير محظوظة من مواليدك على اعتبار عندك كوكب زحل، عكس المشاهدة الأولى اللي اتصلت قالت يعني كانت عندها نسبة حظ على اعتبار المشتري أثر عليها. أنت غير محظوظة لأن عندك كوكب زحل هو اللي أثر عليك كثير في حياتك، فبالتالي يخلي حياتك صعبة. أوكي إن شاء الله تخابرين وأقدر أجاوبك على الأسئلة اللي ببالك. نأخذ اتصال هاتف آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا، من جاية؟ حياة من الجزائر. أهلا وسهلا حياة، هلا بيك. فضلي حياة، شلونك أستاذ خلاد؟ الحمد لله بخير. كم تاريخ، شنو التاريخ اللي تريدين تسأليني؟ خليت أسألك على أختي، مولودة 18/11/1979. طيب مولودة بين 10:15 و10:30 بالليل. زين، خليت من فضلك أسألك عن الطالع نتاعها وعلى حالة الكواكب كلها كيفاش كانت. وهل يعني أستاذ خلت هي أسألك عن الإنجاب وبالأكثر الإنجاب والسكن وحالة الكواكب خريطة شخصية. زين، من ناحية الإنجاب ما عندها مشكلة نهائيا، إذا في 10:30 ما عندها يعني مشكلة، يعني تقريبا 10:30. أوكي ما عندها مشكلة، إذا قبل 10:30 أوكي يعني. هي يعني تقريبا 10:30. طيب إذا 10 أنا ذاك ممكن يكون عندها شوية مشاكل في مجال الحمل. أوكي نعم. هي ما عندها أطفال نهائي؟ لا ما عندها أطفال، هي عندها 8 سنين زواج. هذه جاية قبل 10. طيب أستاذ خلت يعني من زوجتها وما عندها ما بصحراء والأطباء وما عارف. كان ما عندها الأطباء راح يقول لك ما عندها شيء، بس هي عندي آني يبين أنه هذه الإنسانة لا سمح الله قد ترزق بأشخاص غير طبيعيين معاقين لا سمح الله، خاصة إذا كان طبعا الوراثة تلعب دور رئيسي، إذا كان في أحد العائلات من هذا الطرف أو الطرف الآخر. لا أستاذ خلت، الحمد لله. أو ترزق في أطفال بأطفال غير طبيعيين، يعني يكونون موهوبين على سبيل المثال، محبوبين إن شاء الله. إن شاء الله يكون عدا تأخير. أوكي بس إن شاء الله. خلت الخريطة الشخصية مصب لك، الخريطة الشخصية مصبلك. خريطة شخصية لا، أسأليني لا تقولي لي هيك حياة، أسأليني أجاوبك. ما اقدر اجاوب، انا اللي يسالني اجاوبه. واحد مرات حتى الناس يسالوني يقولوا لي في البرج الفلاني كيف، اقول له فلانشي وخلاص. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. انا زهرة من الجزائر. اهلا وسهلا زهرة. برج الحمل 85,000 وكم؟ 94. نعم. بحب نعرف بس زهرة علي لي صوتك، يعني ارفعي لي صوتك اعلى. انا حابه نعرف انت يكون الزواج يعني شهر اي عام ومين شريك الحياه. اوكي اي سنه زهرة؟ 1994. زهرة انا هذه الامور ما اعرفها، مثلا اي سنه يصير زواج فعلي او اي من حيكون شريك الحياه على سبيل المثال، هذه الامور لا اني ولا غيري يقدر يجاوبك عليها بسرعه. انا بالنسبه لي احكي عن نفسي شخصيا ما اقدر اجاوبك عليها، اعطيك فرص ايجابيه مثلا على سبيل المثال تكون ربما قد تكون ايجابيه وتصيب وتصدف وياك اوكي وربما لا، بس انه اقول لك متى بالضبط هذا الشيء صعب. اوكي عندك الفتره الايجابيه الاولى خلال السنه من ناحيه الزواج والعاطفه، يعني من 17 آذار/مارس لغاية 11 أبريل/نيسان. الفترة الثانية تكون عندك إيجابية من ناحية الحظ العاطفي والمالي من 9/1 أكتوبر لغاية 8/2 نوفمبر، وللزواج بشكل خاص من
5 ديسمبر كانون أول لغاية 29 كانون أول ديسمبر. أوكي؟ ويعني بعد الزواج ما كان طلاق ولا. أي ساعة مزدادة؟ يعني بعد الزواج ما كان طلاق. أي ساعة؟ طين الساعة؟ 8 صباح. 8 صباحا. لحظة 8 5 1994 ما عندك مشكلة في الزواج إذا في الثمانية إذا ساعة الثامنة صباحا ما عندك أي مشكلة إذا ثمانية ونصف صاعدا أنا ذاك يكون عندك تأخير مشاكل في الزواج تأخير نعم صح ما يكون طلاق طالع يكون بثامنة صباحا الجوزاء يعني مو برج الثور شي برج الثور انت برج الثور طالع من ساعة الولادة انت سألتيني على الطالع انا رديت عليك الطالع الجوزاء اذا كان ساعة الثامنة صباحا اذا بعد الثامنة وصاعدا يكون طالع السرطان انا ذاك يكون عندك مشاكل او تأخير لا سمح الله في الزواج ناخذ اتصال هاتفي اخر الو الو نعم الو تفضلي السلام عليكم عليكم السلام تفضلي انت على الهواء تفضلي معك اميره من الجزائر اهلا وسهلا اميره كم تاريخ ميلادك 26/9/71 26/9/71 انت من مواليد برج الميزان اميره الساعه الثالثة مساء الثالثة مساء ثالثة مساء ثالثة مساء اوكي 26/9 قالت الخاصة بي وحول العمل والحظ طيب انت من مواليد برج الميزان الطالع الجدي الحظ انت غير محظوظة ارقامك 6 و8 من المواليد من الخارطة تعتبرين إنسانة طبيعية نسبيا عندك نسبة حظ جدا ضعيفة من ناحية العمل حسب ما سمعت من صوتك من قبل ما ينقطع الخط أفضل فترة لك للعمل من 8 أيار مايو لغاية 5 حزيران يونيو هاي الفترة المثالية للعمل لمواليد برج الميزان خلال عام 2015 ناخذ اتصال هاتفي آخر له ألو نعم مشاهدين الكرام للمشاركة والتواصل أرقامنا ألو نعم أنا أميرة من الجزائر أهلا وسهلا أمينة كم تاريخ ميلادك اسم ألو ابتعدي عن التلفاز أميرة أميرة ابتعدي عن التلفاز نشوف برجي ابتعدي عن التلفاز أميرة ابتعدي عن التلفاز أنا برجي 5/2/84 ابتعدي عن التلفاز أميرة اسمعيني من التلفاز أوكي أنت من مواليد برج الدلو أرقامك أبي شوف ألو أميرة أمينة تسمعيني ابتعدي عن التلفاز أوكي أنت من مواليد برج الدلو أرقام الحظ عندك 2 و4 و5 ناخذ اتصال هاتفي آخر ألو ألو نعم ألو السلام عليكم عليكم السلام هلا بيك أنا فتيحة من سويسرا أهلا وسهلا مولودة في المغرب أهلا بيك فتيحة تاريخ ميلادي 14/6/65 طيب أنت من مواليد برج الجوزاء فتيحة شنو سؤالك؟ أريد أن أعرف هل أنا محظوظة؟ أرقام الحظ عندك 5 5 فقط 5 5 5 5 5 فنقول 5 فقط أنت من النوع جدا عصبية فتيحة الله يعين اللي حولك وأريد أن أعرف العمل بقى لي 4 سنين ما بشتغلش زين عندي ساعة أنا بتكلم فرنسي ولكن أحاول أن أتكلم عربي ان شاء الله ارقامك قلنا 5 من ناحيه العمل الفتره الحاليه لك فتره ايجابيه فتيحه من ناحيه العمل الفتره الشهر الماضي كان عندك فرص افضل يعني ولو الفتره الحاليه مو قاصره
حاليا لغاية 20 آذار مارس فترة إيجابية لمواليد برج الجوزاء من ناحية العمل. على طول السنة وضعش طبيعي، يعني ما عندك شيء يساعد في مجال العمل، ولا بنفس الوقت على سبيل المثال شيء يعطل عليك. قلت لي أنا مش محظوظة. لا، مو مش محظوظة، لست من النوع المحظوظ طبيعية. أو عكس ذلك، إنسانة طبيعية متوازنة الحمد لله، أفضل من غيرك تعتبرين أيضا بنفس الوقت. نعم. ودعنا أعرف برج بنتي. نعم. 15/2004. هل هي محظوظة؟ 6 7 هذه محظوظة، أرقامها 3 و5 و6. وفي الدراسة؟ في الدراسة على طول السنة حسب اجتهادها. لا، طالبة مدرسة العفو؟ هي في المدرسة وهي مجتهدة، ولكن أريد أنا في المستقبل، هل في المستقبل هذا يعتمد حسب اجتهادها، بس هذه السنة الدراسية وثلاث سنوات الدراسية المقبلة يتوجب عليها أن تكون جدا حذرة وتركز أكثر أو تجتهد أكثر في سبيل تحقق النجاح المطلوب. إذا ما تجتهد ما تحصل على الشيء اللي تريده. مواليد برج الميزان الطلاب المدارس يتوجب عليهم الاجتهاد خلال السنوات الدراسية الثلاث المقبلة في سبيل تحقيق النتيجة المطلوبة. ومن ناحية الصحة دكتور خلاب، أنا أنت عندك المناطق المعرضة للإصابة كبرج جوزاء، منطقة الجهاز التنفسي العصبي، الصدر، الذراعين، الكتفين، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة. الذراعين الكتفين نشكون منهم 15 يوم. الله يعطيك العافية. شكرا دكتور خالد. أنا وسهلا. شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا، ناخذ اتصال هاتف في آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. نادية من المغرب. نادية، أهلا وسهلا، تفضلي نادية. الله يخليك. 24/2. طيب. 81. اوكي. زايد الساعة العصر بالمغرب بمدينة سالة. أي ساعة؟ العصر. ساعة كم؟ مع بس العصر عندي هواية يعني فما أعرف. المهم أنت عموما نادية أنت من مواليد ماشي. أنا الدري أريد أن أعرف أرقام الحظ. أوكي، 3. نعم. أرقامك 6 و7 و9. 7 و9. نعم. وهو يريد أن يتجوز، أن يتجوز هذه السنة وراء رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. هذه السنة نادية عندك فرصة تبدي من منتصف آب أغسطس لغاية نهاية أيلول سبتمبر من عام 2016. أفضل سنة لمواليد برج الحوت حتكون إن شاء الله في مجال الزواج، يعني تكون عندك فرص جدا كبيرة إن شاء الله. تكون عندك فرصة في مجال العمل. مجال العمل هو طبيعي، هو تجد في مجال العطر. مجال العمل إذا أنت تعملين شوية لازم تكونين صبورة في تعاملك مع الرؤساء والمسؤولين. تجارة، تجارة ما عندك، إذا أنت شغلك حر ما عندك مشكلة. نعم، ويتحسن افضل مثل ما ذكرتك من بعد منتصف اب اغسطس وصاعده. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. اعطيك رقم اخر. ما عندي وقت، اسف نادي. انت اخر مكالمه كنتي. اوكي، ان شاء الله على المرات المقبله. اذا مشاهدينا الكرام، نصل بكم الان الى ابرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدا كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. نقول لمواليد برج الحمل انتبهوا إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم من فجر السبت، يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، كونوا أكثر صبرا وحكمة أثناء التعامل مع شركائكم وأحبائكم. مواليد برج الثور، يقف الحظ في صفكم عاطفيا وماليا، تجنبوا الوقوع في شباك الغرام من النظرة الأولى. من فجر السبت ينصب اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بزملائكم، حافظوا على صبركم المعهود أثناء التعامل معهم وانتبهوا إلى صحتكم. مواليد برج الجوزاء، تنشغلون في شؤون لها صلة بالبيت والعائلة، تجنبوا نقاشا حادا مع أحد أفراد العائلة واحذروا النيران والأدوات الحادة. من فجر السبت يتركز اهتمامكم حول تعزيز علاقتكم بأحبائكم. مواليد برج السرطان، تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم أن يقوم بسفرة قصيرة للاستجمام. من فجر السبت تحتل الأمور البيتية والعائلية الحيز الأكبر من تفكيركم، لا تعتمدوا على عنصر الحظ في أي صفقة عقارية.
مواليد برج الأسد من جهة ثمة فرصة لمكسب مالي، ولكن من جهة أخرى تزداد النفقات من فجر السبت، تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر صبرا على الطرقات ولا تدخلوا في مواجهة مع أخ أو جار. مواليد برج العذراء تستعيدون نشاطكم وحيويتكم وتكون لديكم القدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها، لا تترددوا في فرض وجهة نظركم. من فجر السبت ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، تجنبوا مشتريات غير ضرورية. مواليد برج الميزان انتبهوا أكثر إلى صحتكم، خاصة أن العمل سيتراكم لديكم، اخلدوا إلى الراحة. ابتداء من فجر السبت تستعيدون عافيتكم وتكون لديكم القدرة على مواجهة مشاغلكم والدفع بمصالحكم رغم العقبات التي تعترض طريقكم. العقرب تسعدون من لقاء أشخاص ترتاحون إليهم وتجدون الأصدقاء يقفون في صفكم. من فجر السبت اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير، ستتراجع صحتكم. القوس ينصب اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، بوسعكم تحقيق إنجاز في هذا المجال، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من فجر السبت حافظوا على خط دبلوماسي أثناء التعامل مع الأصدقاء. مواليد برج الجدي تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، ومنكم أن يقوم برحلة إلى مكان بعيد. من فجر السبت حافظوا على إنجازاتكم في مجال العمل ولا تدخلوا في مواجهة مع المسؤولين. مواليد برج الدلو ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، قد ينشب خلاف حول مال يعود لكم. من فجر السبت كونوا أكثر وعيا على الطرقات وابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. أخيرا مواليد برج الحوت ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم. من فجر السبت تنهمكون في ضبط ميزانيتكم، خففوا من نفقاتكم قدر المستطاع واحرصوا على مالكم من الضياع. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجي، والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة.